البلح في وسط قطاع غزة، ومنها ينضم إلينا هاتفيا محمد أبو ناموس مراسل الغد، ويبدو أن لديه جديدا. محمد، ما هي آخر المستجدات لديك حتى الآن؟ نعم حسن، نتحدث عن 3 شهداء وعدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى في هذه اللحظات بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز إيواء، وهو مدرسة في مخيم المسار التحرير مخيم واحد. هذا الاستهداف ليس الأول الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي فيه باستهداف مراكز الإيواء التي تأوي آلاف النازحين الذين كانوا يبحثون عن مكان آمن، ولكنهم لم يجدوا سوى هذه المراكز التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا قد حددها كأماكن آمنة. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ها هو اليوم يعيد الكرة ويستهدف مركزا لإيواء النازحين. نتحدث كما قلنا 3 شهداء، عدد آخر من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وهناك عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات. الاستهداف لم يكن لمرة واحدة، إنما على فترات متتالية 3 انفجارات سمعت في المكان. برأى استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذا المركز، وهذا المركز الذي هو مدرسة الجعوني. هذه المدرسة تعيد بنا الذاكرة ل3 أو 4 أيام فقط. أيضا الاحتلال الإسرائيلي قام فيها باستهداف مدرسة أخرى ومركز إيواء آخر في مخيم النصيرات أيضا، ونتج عنه عدد من الإصابات، في حين كان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الجزء الذي فيه المخزن التمويني الخاص بمركز الإيواء، وقد تدمر هذا المكان بشكل كامل. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطابق الأول من مدرسة الجعوني، مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الشهداء والمصابين. سيارات الإسعاف كما قالنا أحد سائقي سيارات الإسعاف بأنهم قد واجهوا صعوبة بالغة في الوصول إلى الشهداء والمصابين في هذه المدرسة، نظرا لتكرار الانفجارات في المدرسة واستهداف الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا نظرا للحريق الهائل الذي قد اشتعل في عدد من فصول هذه المدرسة، وكان هناك جثامين قد تفحمت بفعل هذا الاستهداف وهذا الحريق الناتج في تلك المنطقة. على أي حال الآن نستمع إلى صوت تحريق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في سماء وسط قطاع غزة، خصوصا نحن قبل قليل قد رصدنا من خلال شهود عيان بأن بمخيم البريج في المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة أن طائرات ما تعرف بطائرات بكوات كابتر، وهي طائرات استطلاع محملة بقنابل وأسلحة رشاشة، قامت بإطلاق الرصاص على عدد من المواطنين بمخيم البريج، وكان هناك أيضا عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى. زرّع هذه أو هذا الاستهداف الإسرائيلي للمواطنين في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح في وسط قطاع غزة لتطلعنا على هذه التطورات الأخيرة التي راح ضحيتها 3 شهداء جدد في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.